اسمي فيه ذكاء. الاتوبيس هو البلد والركاب هم الشعب، وبما ان الاتوبيسات تعبانه ومهكعه ومحتاجه اصلاحات يبقى البلد تعبانه ومهكعه ومحتاجه اصلاحات. صح، يخرب عقلك عرفتها ازاي؟ لكن قول لي مين الزعيم بتاعكم؟ زعيم مين يا حبيبي؟ قول لي عملتوها امتى الجمعيه دي؟ جمعيه اخوانا معاكم ناس كتير. الناس مين؟ الله ما تاخدوا معانا وتدوا في الكلام امال، ده انتوا كده هتقلوزونا في تقابيده اوانطا. هو ومين؟ وصل. الحمد لله، ده احنا مستنيين وبقالنا زمان. هو مين اللي وصل؟ دلوقتي تشوف. الحمد لله، الحمد لله قوي انه وصل. اهلا 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 ابو فتحي، وحشني. ازيك الراجل؟ ازيك؟ اهلا اهلا، ازيك ابو فتحي؟ ايه الغيبه الطويله دي يا راجل؟ ازيك؟ اتفضل استريح، اكيد تعبت من المشوار. لا 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 لا، ايه جايب علبه جاتو معاك؟ ما يصحش يا راجل، ما يصحش، كفايه ان احنا نشوفك. لا لا عيب كده. الله، طعمه يجنن يا ابو فتحي. طب ابو فتحي جبت لي الجرايد معاك؟ حلو، كويس انك مخبيها علشان ما يشوفوهاش ولاد الابلسه. الله، طب ومستعجل قوي كده ليه؟ ابو فتحي مستعجل ليه؟ عندك حق. ايه؟ اصل بقول لك واخد اذن بساعتين بس وخايف يتاخر في المواصلات. خلاص ما دام وعد انا مصدقك. مع السلامه. الف سلامه. الف سلامه يا ابو فتح. ابقى خد بالك من نفسك وانت راجع. ما تغيبش علينا يا ابو فتح. مع السلامه يا ابو فتح. لا معلش يا اصل انا ممنوع من الحلو. ده راجل سكره. هو مين؟ ابو فتحي. ابو فتحي. اصل الواحد من كتر التعب اللي حل عليه بيبقى مش ابو فتحي مين؟ زميلنا اللي كان في الزنزانه معانا قبل ما ينتقل للرفيق الاعلى. هو انتقل للرفيق الاعلى من كام شهر. طب لما هو انتقل للرفيق الاعلى امال حضراتكم كنتوا بتكلموا مين؟ ابو فتحي. ابو فتحي مين؟ زميلنا اللي لسه خارج قدامك دلوقتي. كان في حد دخل عشان يخرج؟ انا ماليش دعوه يا سيد. طبعا عيب قوي. ليه بس كده؟ اصل انا وانت ما نقدرش نشوفه، لكن الاستاذ امين راجل روحاني متصل، عشان كده هو بس اللي بيقدر يشوفه وياخد منه الهدايا. يا سلام. عن اذنك اما اروح اقرا الجرايد. انا ماليش دعوه. مع السلامة يا أبو فتحي، في الجنة ونعمها يا أبو فتحي. لا مؤاخذة يعني من غير زعل ولا نرفزة، ها؟ ما تشخط فيا. البقعة اللي أنت بتطبطب عليها دي بتاعت إيه؟ ده بقعة من الدم أبو فتحي. أصل قتلوا هنا في الزنزانة ديت قدامنا. طب لا مؤاخذة هي مالها سودة كده ليه؟ اسودت من الحزن على ابو فتحي، عشان تعرف قد ايه الحجر بيحس ويتألم من كتر اللي شفناه. ايه مالك بتضحك ليه؟ ما تضحكنا معاك. لا اصل الواد صلاح شاهين عامل هنا كاريكاتير يموت بالضحك. حتى شوف اهو. شوف يا بيه، شوف.
جميل. هو انت جنسك ايه؟ انت بتشتغل ايه بالظبط؟ انا بشتغل، انا اصلي فنان. فنان؟ فنان؟ فنان كبير بمثل. يا نور النبي، يبقى هنشتغل في السينما والتلفزيون. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. اتفضل عندي، اتفضل عندي. لا خلينا عندنا هنا. لا لا لا، اتفضل عندي. لا اتفضل، اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل يا فندم، اتفضل سيادتك، اهلا وسهلا. اتفضل عقب. شكل اول ايه التعب ده بس؟ اصل بقى محسوبك بيحب الفن والفنانين قوي، بموت فيهم قوي. بتحب انت الفن بقى؟ ايوه. او انت حضرتك فنان برضه؟ انا فنان سنكره. ابص للعربيه كده بنص عين ومر عليها بصابعي اخليها احسن من الفابريكا. يعني هم جابوك هنا عشان كده؟ ابدا وحياتك، دول جابوني وانا سايق عربيه زبون، وقالوا ان معايا منشورات بوزعها وبكتبها ضد الحكومه، مع اني لا بعرف اقرا ولا اكتب. انت ما قلتش الكلام ده ليه؟ قلت وحياتك. قلت. طب وبعدين؟ نزلوا فيا ترويق لما قلت حق برقبتي. ترويق؟ ايوه. ايه الترويق ده؟ انا مؤاخذة. ترويق زي ما تقول تلميع، زي ما تقول كده بولوش بتاع العربية، الكرباج اسود. لكن امبارح بالليل كانوا بيروقونا. ايوه. ده الترويق بقى. ايوه. بس ده الترويق بتاعهم جامد قوي يا جدع. امال هتقول ايه لما يكيفوك؟ هو بعد الترويق في حاجة تاني اسمها تكييف؟ ولو محظوظ أوي وبختك من السماء يجي الفرج يخرجونا يعني؟ يخرجوا مين يا عم؟ يجي الفرج يعني يجي عزرائيل ياخد الأمانة ويخلصك من اللي انت فيه. لا يا عم، إذا كان كده هيبقى الترويق والتكييف أحسن. اتيالك ناس كتير معانا هنا ليل ونهار منتظرة الفرج ومش لاقياه. مصر كلها محتاجة لعملية تغيير، وزي ما قلت لك التغيير ما يجيش إلا بالدم. أنا معاك إن مصر محتاجة لتغيير، بس ما تنساش في فرق بين إنك تغير وبين إنك تدمر. سامي، اللي إحنا محتاجينه تغيير بالحب مش بالدم. حب؟ الدعوة للحب في الظروف دي معناها الضعف والاستكانة. وليه ما يكونش معناها الثقة والإيمان بالنفس؟ انتوا بتغلطوا نفسكم. الشر ملوش إلا الشر اللي زيه. مقاومة الشر يا ابني من أسباب رضا الله، لكن الخراب والدمار مهما كانت دوافعه من أسباب رضا الشيطان. وياريت ربنا يكرمنا ونفضل دايما من حزب الله. مش كده برضه يا حاج؟ والله أنا يعني زي ما تقول حضرتك كده، يعني أنا ماليش دعوة بالحاجات دي. أيوة، بس دي بلدك ولازم تشارك في وجودها ولو بالرأي. أي إنسان من غير انتماء فكري يبقى عايز زي قلته. نعم نعم يا اخويا. وبعدين بقى في الكلام اللي ملوش لازمه ده؟ اقل ما فيها يا اخي يبقى لك راي ولو بالكلمه. ده حتى الحديث الشريف يا سيدنا الشيخ، اذا كان انا طول عمري ماليش راي واترميت هنا، اما اذا كان ليا راي كنت رحت فين؟ عن اذنكم رايح فين؟ هقعد في الطراوه احسن، كلامكم ده يودي اللومان. اللومان؟ ما انت في اللومان يا حاج مرزوق. يا سيدنا الشيخ، احنا جينا هنا غلط، احنا بتوع الاتوبيس، وان شاء الله لما يحققوا معانا ويعرفوا الحقيقه هيطلعونا، ومش بعيد كمان يعتذرونا. لكن احنا مالنا ومال الدم والتغيير والكلام اللي انتوا بتقولوا عليه ده كله؟ خلونا في حالنا يا ناس. اتمنى فكرك هيطلعوك تاني. طبعا هيطلعونا لاننا مظلومين، واذا كان الصغيرين ما سمعوناش اكيد الكبار هيسمعونا. مش انت بس اللي مظلوم،
فيه ناس كتير هنا معانا مظلومين وهم عارفين كده. عارفين ان احنا مظلومين ويرمون الرميه دي. هي دي سياسه اللي في ايديهم السلطه النهارده، كل فتره يفهموا الحاكم ان في مؤامره ضده وضد نظامه، وان هم اللي اكتشفوها وهم كمان اللي بينجوا منها كده. لما